طبعا انا برضو اقدر اقول له مثلا الحته بتاعت الباسورد دي، ممكن اقول له سيلكت تمام باسورد. هو حرام حرام ولا ايه؟ مش عارف. وان واي انكريبشن. وان واي انكريبشن معناها ان في تو ويز ان انا اقدر انكريبت وارجع اديكريبت، يعني اشفر وارجع افك الايه؟ وارجع افك التشفير. ماشي؟ اقصد بوان واي يعني طريق واحد، طريق اللي يروح ما يرجعش. يشفر ما بيرجعش فك تشفير، ملوش فك. لا الاصول هقول هو في الاول وفي الاخر كل حاجه ليها استخدامها تمام. ساعات انا ببقى عاوز اشفر وافك التشفير بعدين عشان استخدمه في حاجه ساعات، وساعات ببقى عايز اشفر ما يتفكش تشفير. زي ايه؟ زي الباسورد. باسورد في الغالب اشهر مثال بنضربه دايما على الـ على الـ على الوان واي، اللي هو بيتشفر ما بيرجعش يتفك. ليه؟ لان انا المفترض احافظ على اليوزرز دول قدر الامكان. فتخيل مثلا ان في هاكينج حصل على السيستم اي شكل من الاشكال، ودخل شاف اليوزرز اللي موجودين عندي. لما يخش يشوف اليوزرز الموجودين عندي فهيبقى الدنيا سلاح مداح، فهيشوف اليوزرز والباسوردات. السؤال بقى هنا، هل هيقدر يكونكت باليوزر ويعمل بيه شغل؟ لو مش مع الباسورد برضه لسه هيبقى ريستريكتد اكتر، يعني برضه هيبقى عنده شويه مشاكل، مش قادر ياخد حريته، لان برضه لسه مش قادر ايه؟ مش قادر يوصل للباسوردات ويشتغل بيهم، صح؟ طيب حاجة تانية بس يعني هي سكيورتي شوية بس خلينا نتكلم فيها. لو هو داخل من على الماشين، انا لما بخش من يعني انت في الاخر عملت لي برنامج مثلا بالبايثون مثلا او بالاندرويد او اي حاجة، ودخلت انا بكتب اليوزر نيم وبكتب الباسورد بتوعي، صح؟ ودخلت وعملت كونكت. انا لما بخش بعمل كونكت ببعت لك اليوزر نيم بتاعي والباسورد بتاعي العادي اللي هو مثلا احمد، والباسورد ايدنتيفايد باي احمد اندرسكور باسورد، ده اللي اعرفه، صح ولا ايه؟ انا ما اقدرش اعرف الهاشد ولا ايه؟ ما اقدرش اعرف الهاشد، ما اعرفوش. كل اللي اعرفه اليوزر نيم والباسورد ده انا عملتهم. اللي بيحصل ايه؟ انه بياخد كلمه احمد اندرسكور باسورد ويهيشها بنفس الاسلوب، بينكربتها، بيحصل لها انكربشن بنفس الاسلوب اللي انكريبتد بيه بعد كده قبل كده، فيطلع نفس الايه؟ نفس الهاشد باسورد. فيجي يقارن هاشد بهاشد، يبدا يقارن هاشد بايه؟ بهاشد. تمام كده؟ انا طبعا لو كنت يعني لو كنت بديكم ماده فيها حاجه، انا بعتبر ان دي ماده يعني فرعيه، لو كنت بديكم ماده فيها يعني برمجه مع داتابيز مع كله كنت اوريكم الحاجات دي عملي، كنت اوريكم الحاجات دي عملي وهم بيكونكت ونشفر ونحفظ اللي متشفر ونعمل مش عارف ايه، بس يعني جت في داتابيز الحمد لله. تمام. لو يعني هي الظروف كده، بس يعني بحاول افهمك الكونسبت. تمام. فهو بياخد مني اليوزر نيم باسورد، بس في الاخر بيحول الباسورد الى انكريبتد وبيقارن انكريبتد بانكريبتد، فاصبح ان لو اي حد دخل الداتابيز وشاف باسوردات متهيشه مش هيعرف يوصل للباسورد، فمش هيعرف يعمل كونكت باليوزر نيم بتاعك ويشتغل على الحاجه بتاعتك، برده مش عارف يخش. الوحيد يعرف يخش مين؟ انت، لان انت عارف اصل الباسورد ايه. وصلت؟ فبتبقى ايه؟ حلوه. لكن لو هو يقدر يفك الباسورد خلاص وصل للبيانات، فهاخد الباسوردات ويفكها ويشتغل بقى ويعيش، حتى لو يفكها بعد فتره. فطبعا الا لو انت بقى السيستم بتاعك محتاج حاجه يكون الانكريبشن فيه فك، لو انت محتاج ان الباسورد انت ذات نفسك محتاج ان الباسورد محتاج ان الانكريبشن يتفك، في الحاله دي عليا وعلى اعدائي يعني.
فهضطر اشتغل بحاجه تكون بتتفك. ار اس ايه بقى، تشتغل بشاتو مش عارف ايه، ما اعرفش انتوا عارفين اخدتوا حاجه في السكيورتي ولا لا، بس مش عارف يعني. بالنسبه لنا في الباسورد ما بنحتاجش، عشان كده الديفولت دايما الباسورد بينزل انكريبتد يعني. حتى بس مش كله بيعمل كده يعني، انت عندك من كل الداتابيس الكبيره وكل السيستمز الكبيره ما بتعملش كده، بتبقى حاطه داتابيس ثانيه موازيه، بتحط لك المتشفر فعلا في الداتابيس وكله متشفر وكل حاجه عشان الامان، لكن عندنا داتابيس ثانيه موازيه بيحط الباسوردات بتاعتكم الجميله واضحه ومفتوحه عشان يقدروا بعد كده يهاكوا عليكم بدون مشاكل. ما علينا ما علينا، هو كده. هو انت فاكر ايه؟ هو في الاخر كده، هو في الاخر بياخدوا الباسوردات وبيسيفوها امال البرامج الهاكينج دي كلها بتطلع منين؟ إيه؟ بتطلع ان هو اصلا وعارف ازاي الاحتمالات وعارف ازاي كم، هو بيبقى عنده شويه يوزرز حلوين زيكم خلاص مدخلين باسوردات، في الغالب هتلاقي نفسي كلكم بتتعاملوا بشويه باسوردات معينه. فانا لما ببص على الداتابيس بتاعتي بشوف الباسوردات الجميله دي باخد بقى إيه؟ بس مش انا بتبقى برامج يعني برنامج بيقرا زي ماشين ليرننج بروجرام ولا حاجه، بيقرا بقى الباسوردات وخلاص بيبقى عارف بقى انه عنده احتمالات اضيق، بدل ما ياخد الاحتمالات اللي انتوا بتعلموها. ما اعرفش بتتعلموا حاجات تشفير ولا لا، مش عايز ادخل نفسي في السكيورتي لان هياخدني جامد يعني. تمام. طيب لو انا قلت له سيلكت باسورد وقمت مديله ايه؟ باس. ودخلت على اس كيو ال وقلت له كده مثلا باس، قلت له جو، ادي ايه؟ باس لما اتشفرت اخرها بي 7 شايفينها؟ لو دخلت قلت له باس 1 وقلت له جو اخرها حاجه ثانيه، فاهمني؟ فكل كلمه بنديها له معلش، هي باسورد دي فانكشن بتوريك كاكزامبل بتوريك بيشفر ازاي. فانا لما اديته مثلا اي كلمه بيشفرها لي بحاجه ثانيه، فهمتني؟ فهمتها؟ فده مثال عشان اوريك يعني ايه بيشفر. فهو كل حاجه انت بتديها له لو انا بقى عملت كده قلت له احمد اندر سكور باسورد، المفروض يطلع زي اللي كنا شفناه صح؟ يعني لو رحت عملت كده جو اهو شايفين اف 5 ماشي اخره اف 5 اخره اف 5. لو انا كنت بم 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 رحت قلت له ايه؟ لا ثواني بس، ما عشان انا بديله باسوردات مختلفه يعني. دلوقتي انا دوست مثلا احمد باسورد اللي اخره اف 5 وقلت له جو، هيطلع لي حاجه ثانيه؟ امال هخش ازاي؟ لا طبعا ما يطلعش حاجه ثانيه. انا عشان جربت باص وباص 1 واحمد باص، لكن احمد باص ده هيفضل طول عمرها هي كده، ولا هرجع ثاني ازاي انا؟ فكرت ثاني ازاي؟ يس تمام الطبيعي، عشان لما يجي يدخل على السيستم كلمه احمد باصور اللي بيحصل انه بيعمل ايه؟ انه بيعمل تشفير، وبعد كده بيطلع له النتيجه دي، فيقول له بقى ايه؟ سيلكت اليوزر ويرن الباسورد اللي متخزن جوه الداتابيز متشفر يكون ايكوال الباسورد ده المتشفر ده، فيقارن متشفر بايه؟ متشفر، فيتطابقوا فيخش بيعمل لوجن، والا عمره ما يعرف يعمل لوجن كده، صح كده؟ تمام. اوتو ايه؟ اه طبعا ماشي، كل ثانية يجي بقول الباسورد وبعدين طب ونستفيد احنا ايه؟ ما فيش حاجة كده، في عندنا حاجة اسمها التو فاكتور اوثنتيكيشن والمالتي فاكتور اوثنتيكيشن وعندنا حاجات كده، لكن ما عندناش اللي احنا نكرر باسورد عشان نعمل ايه؟ انتوا محتاجين ماده السكيورتي دي، بقى قصه ثانيه ان شاء الله لو اتقابلنا في يوم من الايام في السكيورتي نبقى نتكلم يعني. تمام. لكن هي ليها قصه يعني الاساليب مش كده، مش ان انا اقعد اجنريت باسوردات وبعدين استفيد ايه من الباسورد اللي عملتها؟ عشان اقوي السكيورتي، اقوي السكيورتي ايوه، واللوجيك اللي انا عايز اعمله اعمل بيه دلوقتي. لما انا اصلا اللوجيك المفترض الراجل ده عايز يخش تاني صح؟ ادخله تاني ازاي دلوقتي؟ هو انا عايز غير الباسورد الاولاني
لكن في حاجه اسمها البابليك كي والبرايفت كي يعني في حاجات بقى بنستخدمها اخرى عشان نشتغل على الباسورد ده باشكال مختلفه، ونشتغل على فكره اللوجن باشكال مختلفه، ولو في سيستم بيكونكت يبقى يعني مثلا توكن ونديله ريتريفد توكن، والتوكن يكون من حاجه اسمها بلاي لود وبي لود، يعني في قصص كده بنعملها عشان نقدر نعمل السكيورتي ده بشكل اخر. لكن في الاخر انا لازم في الاخر ابقى عارف باسورد الباسورد عشان اعرف اقارن واقدر اقول له لوجن او ما تعملش لوجن، او ده صحيح او ده مش صحيح، فاهمني؟ عشان ما افقدش الاصل يعني.